فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قال فسيكفيكهم الله، أتى بالسين، لم يقل كما قال العلماء فسوف يكفيكهم الله. فرق بين السين وبين سوف، كلها تدل على الاستقبال ويدخل على الفعل المضارع، لكن يقولون السين تحقق الوقوع فيها في زمن أسرع، بينما سوف يتحقق بها الوقوع ولكن بعد زمن. فلما أتى بالسين يعني تحقق وقوع الكفاية من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متحققة تفضلا منه عز وجل. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع